راي حضرتك يا فندم في قامه مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك في معادي؟ بص، هو انا اهلاوي، بس هو انا سمعت ان الزمالك عايز المؤجلات كلها بتاعت الفرق كلها تتلعب وبعدين هو يلعب المباراه دي. انا كاهلاوي انا بقول ان الزمالك عنده حق، بس انا عايز اقول لك على حاجه. هو برضو الزمالك حتى لو المؤجلات اصلا كلها اتلعبت هو كده كده يعني خارج المنافسه، بس هو كحق هو حقه. انا نفسي تتلعب بصراحه، لان احنا بنستنى الماتش ده من السنه للسنه بصراحه. احنا عايزين الزمالك يلعب بروح، عشان احنا بنشجع الابيض، واحنا عايزين الزمالك يكسب. اهم حاجه ان الزمالك يجي يكسب وروح الزمالك. طبعا اتمنى عشان ننهي المشكله دي ان الماتش ده يتاجل لنهايه الموسم ونبدا نلعب ماتشات الدوري المؤجلات الدور الاول في الاول. الاهلي يلعب ماتشات المؤجله في الدور الاول، بيراميدز لو عنده ماتشات مؤجله يلعبها بتاع الدور الاول، للزمالك وهكذا. بعد ما نخلص الماتشات المؤجله من الدور الاول نبدا نلعب ماتشات مؤجله من الدور الثاني، وينتهي الدوري وانقل ماتش الزمالك والاهلي اللي هو قعدوا بكره انقله نهايه السيزون او نهايه الموسم، وكده انتهت المشكله وما فيش مشكله. ده ماتش طبعا كلنا بنحبه، سواء بقى مين اللي بيكسب او مين اللي بيخسر، هو دي اهم المنافسين في مصر عامه، هو الاهلي والزمالك. فكل الناس وكل مصر كلها مستنيه ماتش القمه يتلعب في ميعاده. ما هو لعبوا الدور الاول، مش الاهلي اتغلب فيها؟ ممكن الزمالك يكسب برضه الدور الثاني، ايه المشكله؟ تتلغي، لان احنا اتظلمنا مع المصري واتلغينا جول. والمفروض ان احنا ما نلعبش، الاهلي عنده 6 مباريات و5 مباريات متاجلين، المفروض يلعب عشان نعرف احنا رايحين فين وجايين منين. انما ده مش كويس خالص يعني، واحنا كده صح وحسين لبيب صح انه ما يلعبش مباراه القمه دي، صح يعني. والمشروع ده مش قمه مباراه، موضوع لوائح. البطولات الكليه اللي حوالينا في الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا كلها خلصت ما عدا احنا، يعني هو ده لازم يكون نقطه فاصله في الرياضه المصريه كلها. وانا شايف كمان الزمالك دلوقتي فايق، يعني المباراه لو اتلعبت هيبقى ماتش حلو يعني. اكس كسب خسر خلاص، هو ده ماتش اتلعبه خلاص. انا رايي طبعا مع الزمالك ان هو ما يلعبش ولا يكمل بقى الدوري، ان مش عاجبني الوضع خالص بصراحه. هو رايي ان المفروض تتلعب في ميعادها، لان الاهلي ليه مطوشه كتيره متاجله من الدوري، كان في بطوله افريقيا وبعد كده خدوهم في المنتخب، خدوا اللعيبه في المنتخب، فالمفروض الماتش يتلعب في ميعاده عشان المطوشه المتاجله دي كلها تتلعب. والله احنا بنايد قرارات مجلس الاداره، واحنا بندعم مجلس الاداره في ظهر مجلس الاداره في اي قرار ياخده، وبس شايفين ان هم بياخدوا القرارات الصح يعني، واحنا في ظهرهم في اي وقت. وايه المانع اصلا اللي هو يتلعب في ميعاده؟ بيتكلموا في عدد المطوشه بين الاهلي والزمالك. طب ما هو الاهلي لعب في بطولات كتيره قوي وغصب عنه التاجيلات ديت، يعني مش بمزاج اداره النادي الاهلي او اللي هي اداره النادي الاهلي فرضا للكلام ده. والله يا اصولا انت واخد بالك لازم تتاجل، تاجل لسبب ده. يعني انت عندك 13 لعيب مكسورين وعندك كميه المباريات كل 3 ايام، واخد بالك؟ فاحنا الزمالك هيلعب بمين اصلا؟ واخد بالك كل 13 لعيب مكسورين وكلهم عندك كل 3 ايام ماتش. طب يعني الزمالك هيعمل ايه؟ لا انا من رايي ان الزمالك ما لعبش ماتش بسبب المشاكل اللي موجوده في جدول الدوري. احنا بقى لنا اكتر من 4 سنين جدول الدوري بيخلص سواء في 8 او في 9 او في 10. انا من رايي لا، ان الدوري لازم يبقى فيه وقفه، وانا شايف ان كويس ان نادي الزمالك عمل الوقفه دي، وانا شايف ان فرق الدوري لازم تسنده. ما ينفعش يبقى كل دوريات العالم بما فيهم الدوريات الموجوده في اقل دول افريقيا خلصت بقالها شهر او شهرين، والدوري المصري اللي هو من اقوى المفروض الاقوى الدوريات الموجوده في الشرق الاوسط لحد شهر 8 احنا مش عارفين هيخلص ولا مش هيخلص. مش معنى ان انا في المركز الرابع او المركز الثالث مش معنى كده ان انا مش هنافس. فالماتش طبعا ما اقدرش اقول ان هو يبقى 50-50، اقول لك ان كفه الاهلي ترجح عشان خاطر ان هو بينافس على الدوري، فممكن نقول مثلا 60-40 يعني. رايي تتلعب يعني، وكده كده في المطوشه تتلعب كده يعني، الزمالك كده كده هيلعب المطوشه المؤجله بتاعته والاهلي هيلعب المطوشه المؤجله يعني لو اتلعب عادي، مش عايزين نعمل ضجه كده للكوره المصريه، خلي الكوره المصريه حلوه في العالم بره يعني. لا ان شاء الله تتلعب يعني، ما فيش مشكله يعني، ده ماتش في ماتشات الدوري والجدول محطوط والمفروض كل فرقه تلعب، ما فيش مشكله. الاهلي دايما ما عندوش مشكله، المشكله في نادي الزمالك يقول لك احنا مش هنلعب الا تلعب مؤجلات، وانت كنادي مع احترامي ليهم ترتيبك في الجدول التاسع او العاشر، عشان تخصم منه نقط ليه؟ ده ماتش عادي، ماتش سوبر ولا ماتش نهائي الدوري بين الاهلي والزمالك، ماتش عادي جدا في الدوري. يا تكسب يا تخسر يا تعادل، يعني ثلاث
حاجات يعني. انت عمرك ما تشوف دوري في العالم في كميه اللخبطه اللي عندنا دي. يعني ايه الاهلي يلعب فاركو بعد كده يلعب الداخليه بعد كده يرجع يلعب فاركو تاني عشان يلعب الداخليه؟ فين بيراميدز في الموضوع؟ فين الفرق اللي هو ما لعبهاش في الدرجه الاولى اصلا الدور الاول؟